اللي تزوج مع الحرق. لا بس كيف حالك؟ حاول انك تحول لي احد من عيالي، لاني بديت اتعمق وخاف امي تدخل علي هنا وتدقن دقن. ايوه بابا نادى احد حاطن هالورده، ولكن اذا بتعرس يعطي نصايح. الله يوفقك واتمنى لك التوفيق يا رب، واتمنى اني لابس كحلي تقل قلم. الله يمن عليك. بسيط، بما ان اخويا يسحبوا علي راحوا، انا اخو ابوي ما حد يسحب عليك وانا عندك. صراحه ما ادري شو اقول لك، انا شخص صعب اتكلم عن نفسي. صح اتكلم عن نفسك. اتكلم عن نفسي. يلا اتكلم عن نفسك يا جماعة، ايش بلاكم انتم؟ انا بتكلم عن نفسي بس، لكن ما ادري حاجة عن نفسي الا جاء واحد اشوى. جاء احمد. لا والله ما تأشر. كفو يا بابا. بابا اتكلم عن نفسي يا جماعة، والله خايف عليه من انه يخاطب الكاميرات قسم بالله. احنا ابو فهد اقعد هنا تفضل. طيب تدرون ايش بسوي؟ تفضل هنا. لا والله بعرضك احمد، بعرضك. لا بالله. طيب الفقرة الأولى الحين. ولا كذا شقة. جماعة وصل لك حيلان، إذا زعل ولا شيء خلوه أحد يتواصل معي. كل شوي زعلت حيلان. بلان. لا. يقولون مسيطرة. ها مسيطرة؟ إي والله هي والله تحت الواقع قال مسيطرة وراحت عليك يا أخي. ليش يسوي؟ إذا عليك حيلان حيلان عادي يمون والله لازم أشوف. شمري لا تنسى. أيوة ترى انا عندي حميه. أيوة انا عندي حميه عن شمر واحنا زوج. أيوة نعم جمع القبائل. لا تهيضني الحين، اضرب هذا بكس اكسره الحين. أيوة يا جماعه حاطين عليه مسيطره. تخيل انا وجهي كذا منتشر بالتيك توك مسيطره.